من بوابة رستنبورغ يدخل الخضر الثلاثاء كان 2013 بمواجهة منتخب تونس، مباراة محلية كلاسيكية تلعب في ظروف استثنائية بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري الذي استحق بامتياز لقب المنتخب الجريح بسبب الغيابات والإصابات. الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش تسابق مع الزمن في معسكر جنوب إفريقيا، وبدأ في رسالته إلى اللاعبين خلال الحصة التدريبية الأخيرة مشجعا ومتفائلا بتحدي أسود قرطاج وفيلت كوت ديفوار، وهي الرسالة التي فهمها الجميع. المورال ملاح ولازم ان شاء الله كيف جور باش نوجدوا الماتش هذا ان شاء الله ندخلوا بقوه. ان شاء الله الجمهور رائعه، الجمهور كامل راه معين بالمسؤوليه، حنا رانا بني جوبونس باش ان شاء الله نكونوا في المساواه المقابله الاولى ان شاء الله. الناخب الوطني يميل الى تجديد الثقه في التشكيله التي خاضت التصفيات لقلب الطاولة على التونسيين، فيما ستوكل المهام الخاصة لكل من بالكاليم ومجاني في الخط الخلفي وإسلام سليماني في رأس الهجوم مع الاحتفاظ بركائز المنتخب. ويدرك التقني البوسني ولاعبوه أن مباراة تونس ستكون بدون شك مفتاح المرور إلى الدور الثاني الذي يريده الخضر، لكن الخصم له كلام آخر لا سيما لما يتعلق الأمر بالمباراة الأولى. عندهم برشا ملاعبيه يلعبوا البر، يعني يلعبوا في جمعيات كبار وعندهم اساميهم وعندهم وزنهم، لكن بالنسبه لنا احنا ما يخوفنا حتى ادفيرسير. كي نبداو نحن حاضرين نخافوا كما روحنا، ما نخافوش من لي ادفيرسير اكيد. يعني بالنسبه لنا احنا حطينا هدف اللي هو يعني المربع الذهبي. واذا كانت نصول قرطاج لا تخشى احدا، فان المنتخب الوطني مطالب بتجاوز حاجز الكان الاول بنجاح، وبعدها ستتغير كل المعطيات.